بيخصموا حق الشاي من راتبك؟ هلا هن بالحقيقة بيخصموا حق القهوة، بس بتعرفوا أنا بساوي شاي بالإبريق وكتير بينكب منه، لهيك ما في أي مشكلة أبداً. معناتها لما منجوع نشرب شاي ببلاش. هذا الحل المناسب اللي كنت عم دور عليه. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. بتحبوا تاكلوا فطاير؟ شكرا. لا شكرا، نحن فطرنا قبل ما نجي على المدرسة. كيف أبوك إن شاء الله تحسن؟ والله جسديا مثل ما هو، بس وضعه المعنوي كتير متقلب، أحيانا مبسوط وأحيانا مكتئب. شو بتشربوا؟ أنا ما بدي أشرب شي شكرا. أنا بدي شاي فورا. قدير؟ متحمس لنهاية الأسبوع؟ ليش شو في أخي؟ مو عندي امتحان؟ امتحان شو؟ مزبوط، نحن ما خبرناكم هالشي. أخي عم يدرس ورح يقدم امتحان. بالله جد؟ ممتاز أخي. وجان استنى لقدم الامتحان وبعدين قول ممتاز. نحن واثقين فيك وانت رح تنجح بسهولة إن شاء الله. عندي أنسة رائعة. هلأ برجع. أنا رح روح معك على الامتحان. ما عندي مشكلة، بس هيك رح تضطري إنك تفيقي بكير كتير. وإذا فقت بكير شو رح أخسر يعني؟ أنت لا تاكل هم. أنا بدي روح معك مشان أخذك ونروح نحتفل بعد ما تخلص. يا عين يا عين، يعني قدمت الامتحان ونجحت وما ضل غير الاحتفال. إيه بالضبط، أنا بعرف إني أنسة رائعة، وغير هيك الطالب يلي عندي ذكي. أنت حبيتي هالشغلة؟ لا أنا حبيت الطالب وبس. أخوكي هون هلأ بيسمع مو حلوة. يلا بشوفك بعدين. شوفك. يلا نروح على الدرس. رحنا وانبسطنا وقضيناها رقص كمان. ضحكتني. مثل ما قلت لك. ايوه. صباح الخير. مين هالبنت؟ كأنها بتشبه تالا. عن جد أنا مصدومة كتير، شو هالانسجام بين الغنية والفقير؟ موفقة بدروسك، انتبهي منيح ماشي؟ تمام وانت موفق يا روحي. بشوفك. بشوفك. مرحبا. انت قلتي له موفق يا روحي؟ ايه، وليش استغربتوا لهي الدرجة؟ عأساس ما حبيته من قبل؟ ماشي.